هو أنتم، هو الوطن العزيز المتماسك وأبنائه الأحرار. وحلمنا الأكيد هي نفس المطالب الكبيرة العادلة التي رفعها مناضلو وقالة البحرين سنة وشيعة في كافة مراحل النضال الكثيرة والمتتالية. دربنا هو الذي يفخر الناس فيه بالشهداء الأعزاء الذين ضحوا من أجل الوطن، وطن الجميع دون تفرقة، حيث لا أسياد ولا عبيد. من لا ينسى رموزه ويسير على دربهم لا يركع. من لا ينسى الشهداء والمناضلين الذين أفنوا حياتهم في السجون والمنافي وتحت التعذيب. من يضع في القلب الصامد عبد الرحمن النعيمي والشهيد محمد بنافور والشهيد محمد غروم مشيري لا يمكن أن تضيع بوصلته أبدا. أيها الأخوة الأعزاء، لم نسقط بالضربة القاضية كما كانوا يحلمون. مرشحون حققوا نسبة أصوات جماهيرية قاربت 45% من دون الأصوات الطائرة والإمدادات في المراكز العامة. والذين عبروا الجسر يوم السبت الماضي والحاسم، أصواتنا جاءت خالصة حرة دون وجل أو خوف أو تجيير، وهذا هو مصدر فخرنا وسعادتنا. أيها الأخوة، أيها المواطنون الأعزاء، نستقبل الآن الأمين العام لوعد الأستاذ إبراهيم شريف السيد. نقدم له طاقة ورد تقديرا ومحبة من أهالي الدائرة والبحرين والمحرم. يقدمها المهندس علي أحمد الستراوي، فليتفضل. ونومينا همة المستحيل، نشعل بالحق شمس الأبد. ونومينا همة المستحيل، نشعل بالحق شمس الأبد. وعد يا طريق العلا يا وعد، ولا حزب نور وبر وبد. بعزم ووعد وفكر جديد سنكتب تاريخنا المستجد. أيها الإخوة، معكم إبراهيم شريف السيد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحقيقة هذا مشوار تقريبا استمر عندنا حوالي 10 أشهر. في يناير من هذا العام حسمت الجمعية العمومية لجمعية وعد قرارها بالمشاركة، وكانت النسبة متقاربة بين تصويت للمشاركة والمقاطعة. وضعنا مجموعة من الأهداف لكي نقوم ب كانت نصب أعيننا من اليوم الأول، وقلنا بأن المشاركة ليس هدفها الأساسي هو الحصول على مقعد في مجلس النواب. إذا كان هناك مقعد نسعى له فهو مقعد في قلوبكم. وضعنا مجموعة من الأهداف في الترتيب، لم يكن المقعد هو في قمة هذه الأهداف.
العمل السياسي بالنسبة لنا أكبر بكثير من العمل النيابي وأكبر بكثير من الحملة الانتخابية، ولكن وجدنا بأن شهر واحد كل 4 سنوات، شهر من 48 شهر، أنظار المجتمع تتركز حول السياسة، ربما ينشغلون بأمور أخرى بعد ذلك أو قبل ذلك، لكن في هذا الشهر شهر الدعاية الانتخابية أنظار المواطنين موجهة إلى هذه، من يملك، من يعرض بضاعته من السياسيين، من الجمعيات السياسية، ما هي القضايا المهمة والملحة في هذا البلد، ما هي القضايا التي لها أولويات التي نقدمها على قضايا أخرى. كل هذا الاهتمام السياسي النشط بالنسبة للمواطنين هو ما يدفعنا للمشاركة في العملية السياسية، تواصل مع الناس، استنهاض للهمم، رفع للوعي، النقاش في أم القضايا، في أم القضايا الدستور، تفعيل مشاركة المواطنين سياسيا، وتعزيز الروح الوطنية. أحد أهم قضايا التي نطمح لها بأن تكون حملتنا نموذج لحملة وطنية تجمع السني والشيعي، تجمع الفقير والغني، تجمع كل أبناء المجتمع من أجل تحقيق أهداف معينة. أنا أترك لكم التقييم، إحنا سيكون لنا تقييم في داخل الجمعية، في داخل الجمعية ومع أصدقاء مقربين للجمعية، فيما إذا حققنا بالفعل هذه الأهداف من الحملة الانتخابية أم لم نحققها. العمل السياسي الوطني لا يأتي ثماره فورا، هذا عمل طويل. إحنا اليوم قدرتنا أن نخاطبكم في هذا المكان لم يكن متاحا لآبائنا ولا لأجدادنا، هذا نضال قام به آباؤنا وقام به أجدادنا ووصلنا إلى ما وصلنا إليه، وهو قليل ولكنه أفضل مما كان قبل 10 و15 و30 و40 عام. هذا النضال سيستمر، كل جيل لديه مسؤولية، كل حزب، كل قوة سياسية، كل فرد فينا لديه مسؤولية من أجل أن نبذر بذرة جيدة، ونأمل بأننا بذرنا هذه البذرة الجيدة نحن وآخرون في العمل الوطني، ونأمل بأن الجميع يقوم برعاية هذه البذرة وسقايتها من أجل أن تكون هناك شجرة مثمرة لأبنائنا. ما نعمله اليوم هو بالفعل ليس لنا، لأنه من الصعب أن نحقق أهدافنا في هذه المرحلة القصيرة، ما نعمله اليوم هو بالفعل لأبنائنا ولأحفادنا، وهذه أمانة نحن أخذنا من الوطن الكثير. وأقول للناس دائما لا تسأل ماذا قدم الوطن لي، ولكن اسأل ماذا قدمت أنت الوطن، كما يقول الرئيس الأمريكي الأسبق كينيدي. اسأل، ليس لا تسأل ماذا قدم الوطن لك، ولكن اسأل ماذا قدمت الوطن. وهذا السؤال هو الذي يقلقنا دائما، وهذا السؤال هو الذي يحفزنا دائما أن نعطي أكثر من ما نأخذ. التغيير لا يحدث داخل مجلس النواب، مجلس النواب هو جزء من مجموعة أمور كثيرة نحتاج إلى التغيير فيها، ولكن التغيير يبدأ في النفوس، النفوس هي التي يجب أن تتغير، النفوس المريضة بالطائفية يجب أن تتغير، النفوس المريضة بالجشع يجب أن تتغير، النفوس المريضة لأن أنا الفرقة الناجية وغيري ليس كذلك يجب أن يتغير، وهذا ينطبق على الجميع. وأنا أقول ونمد أيادينا، نحن ما نسمى بالتيار الليبرالي بين قوسين، وليس هناك هذه التسمية، لكن هذه التسمية الآن متداولة، والتيار الإسلامي، نقول نحن بحاجة إلى بعضنا البعض. لا يمكن نهضة أمة، لا يمكن نهضة شعب إذا انقسم الشعب إلى شيعة وسنة، انقسم إلى ليبراليين وإسلاميين، انقسم إلى هذا وذاك. الشعب الموحد هو الشعب الذي يستطيع أن ينجز، والشعب المتفرق المفرق هو شعب مفتت لا يستطيع، ليس لديه الوقت لكي ينجز ما يجب إنجازه، لأنه هو يضيع وقته في الصراع الداخلي. لذلك نحن يمد أيدينا حتى مع الإخوان الذين ينافسونا، حتى من الإخوان الذين قامت الدولة
باستخدام وبإجبار العسكريين من أجل التصويت لهم، نقول إذا هؤلاء كان فيهم وطنية، إذا كان هؤلاء فيهم إخلاص لهذا الوطن، نحن مستعدون أن يمد أيدينا لهم. نحن لا نؤمن بأن المجتمع يجب أن يخسم على هذه قضية. المجتمع الأساسية هي الدفاع عن المظلومين والمحرومين والفقراء والمواطنين البسطاء والمتوسطين وغيرهم. كل مواطن له حق يجب الدفاع عنه بغض النظر عن مذهبه أو فئته الاجتماعية أو اتجاهاته السياسية والعقائدية. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لذلك احنا نشكركم كثيرا، أولئك الأصدقاء والأنصار لوعد، أولئك الأصدقاء والأنصار لبقية قوى المعارضة، للوفاق، للتقدم، للتجمع القومي، لجميع القوى. هؤلاء كلهم أصدقائنا وأصحابنا، ونحن ندرك أنه ما يمكن كنا نحقق هذا الحضور الجماهيري لولا وجود التفاف وطني من قبل قوى المعارضة الأخرى الموجودة معنا. نشكرهم شكر جزيل على كرمهم معنا، ونشكركم شكر جزيل على تفاعلكم معنا طوال هذه الفترة. ما يهمنا اليوم هو كيف نواصل في التواصل. لا نريد أن ينتهي الموسم في هذا العمل السياسي، هو عمل متواصل. لا يمكن أن نقف بعد شهر واحد من الانتخابات ونقول لكم باي باي ومع السلامة وجزاكم الله خير. نقول كل واحد فينا عنده مسؤولية، كل واحد فينا يجب أن يحدد ما يمكن أن يقدمه للوطن، يفكر على مهله، ما يمكن أن يقدمه للوطن. إذا كان وجد نفسه بأنه هو قريب لوعد ويريد أن ينضم لوعد فنحن نرحب به عضوا، وإذا وجد نفسه نصير فنحن نرحب به نصيرا، وإذا وجد نفسه صديق فنحن نرحب به صديق، وإذا وجد نفسه بأنه هو مؤيد لأي جزء من أي قوة سياسية معارضة تنشد الإصلاح فنحن أيضا أصدقائه وأحبائه، لأننا بحاجة أنه كل مواطن أن ينظم نفسه وينضم إلى مجموعة وطنية تقوم بعملية الإصلاح. نحن لا نملك الحقيقة بيننا في أيدينا. ربما يجد المواطن بأن من الأنسب له أن ينضم إلى قوى سياسية أخرى، بارك الله فيهم، هؤلاء أيديهم بأيدينا. وأتمنى بأن لا يخرج المواطنون من الحملات الانتخابية دون أن يقولوا بأننا نحن مواطنين الآن سنكون أيضا ملتزمين بعمل وطني خلال 47 شهر القادمة التي تتلي الانتخابات. عملنا الوطني كمواطنين لا ينتهي هذه الليلة ولم ينتهي يوم السبت في الليل، عملنا الوطني سيستمر كمواطنين. إذا كل واحد فينا قام بهذا الدور صدقوني لن يكون هناك ظلم بهذا الشدة في هذا البلد، لن يكون هناك قوي يستعبد الضعفاء في هذا البلد، لن تكون هناك أراضي مسروقة، ولن تكون هناك ميزانية منهوبة، لأننا جميعا سنكون حماة لهذه المال العام. أشكركم الشكر الجزيل، وأشكر جميع فرق العاملة في هذه الانتخابات، وأخص بالشكر يعني ليس لأن الفريق العامل النسائي ممتاز والفريق العامل الرجالي ممتاز، أنا دائما أخص بالشكر الشباب. والسبب في ذلك أن ما نعمله اليوم سيكون من أجل الشباب إن شاء الله غدا، ونريد للشباب أن يكون ملتزم ليس خلال شهر واحد فقط. أنا أريد أن يكون عندنا شباب ملتزم بقضية وطنية يعمل عليها ليل ونهار مثل ما جيلنا عمل في هذه القضايا. فأتمنى أن يكون الشباب معنا مصدر قوة للحركة الوطنية ومصدر قوة لإعادة البناء لترميم العلاقات الوطنية اللي حاول نظام الحكم أنه يخربها، وحاولوا مهندسين المشاريع الطائفية في هذا البلد أن يخربونها. فنتمنى أن يكون الشباب هم عمادنا في من أجل هذا التغيير. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.